إذا تحدثنا عن الدعوة، كيف بدأت في الدعوة إلى الله؟ الحمد لله، بعدما أسلمت، نعم، وفهمت بأن الدعوة إلى قومي، نعم، بيدي. سبحان الله، بيدي. أن هذا ستسأل عنه يوم القيامة، سيسألني الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. ويوجد كذلك في القرآن الكريم الله سبحانه يقول، سبحانه وتعالى يقول: وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا كذلك، لكن الله يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. أنت الآن بلسان القوم تعرف. أيوة. تريد تعلمها. والله كنت أريد أعلم قومي، نعم، الإسلام، وأعرف الإسلام إليهم بلغتي. ما شاء الله. والحمد لله بدأت هذا العمل 2016. ما شاء الله. إلى يومنا هذا وأنت تعمل. إلى يومنا هذا. إلى الممات. أسأل الله يثبتنا وإياك. آمين يا رب. أي نعم، لابد. آمين يا رب. نعم، يقولوا عندنا من المحبرة إلى المقبرة. إلى المقبرة. نعم. الحمد لله. والله النتيجة. النتيجة. نتيجة، يوجد نتيجة كبير. جدا. كبيرة جدا. كبيرة. نعم. جدا. والآن منذ 2016. 16. نعم. حتى الآن. نعم. غيرنا، حولنا. بفضل الله. بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. ورحمته. نعم. حولنا 5 كنائس إلى المساجد. ما شاء الله. 5 كنائس إلى المساجد. وما توفيقي إلا بالله. إلا بالله. نعم. دائما تفتقر إلى الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قبل أن تخرج للدعوة تقول لا نسأله حول. أي نعم، تدعو الله التوفيق والسلامة. نعم. لأن يوجد يعني الكفار، نعم، يعني مكرهم. نعم، مكر كبير جدا. إذا نسأله السلامة والتوفيق والسداد. آمين يا رب. الحمد لله الآن جعلنا وحولنا 5 كنائس إلى المساجد. ما شاء الله. حتى الآن الحمد لله. ما شاء الله. وما زلنا تذهب إلى الكنيسة. إلى الكنيسة. أنا يعني أكثر منا أذهب إلى الكنيسة، أكون معهم. نعم. يعني يلقون يعني دراستهم، يعني نعم، خطبة. نعم. خطبة. بعد ذلك. نعم. أجد وقت. الفرصة. نعم. 15 دقيقة. تتكلم. يعني أتكلم معهم 20 دقيقة. الحمد لله. الحمد لله. و الله سبحانه وتعالى يعني يجعلهم، نعم، يعني يرون الحق. يرون الحق. نعم. وحينما واضح لهم بلغتهم لغة جلوية، والله وجدت هذا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال يعني، وحديث يعني رواه إمام يعني رواه تميم داري. نعم. تميم يقول صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر، نعم، ما بلغ ليل ونهار. ما شاء الله. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. سبحان الله. عزيز أو بذل دين. سبحان الله. عزا يعز الله به الإسلام. نعم. وذلا يذل الله به الكفر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يعني لا يبلغن هذا الأمر. أنتم يعني فقهاء اللغة وهكذا، الله سبحانه وتعالى بدأ بلام الخسر. نعم، صحيح. وانتهى بنون التأكيد الثقيل. ما شاء الله. لا يبلغن، كأنه يقول والله لازم أن تكون هكذا. يدخل الدين. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. الحمد لله. وكل مكان يعني في العالم يعني سيأتي إليهم الإسلام. لكن لابد نحن نجتهد. لا 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 لابد. نعم. إذن بعدما يعني وجدت هذا الحديث، استعمله. نعم، تستعمل هذا الحديث. هذا الحديث. أعمل به. أي نعم، تعمل به. وحتى يعني القوم الحمد لله حتى الآن يعرفون ماذا الإسلام. الحمد لله. ويعني يدعونني هم بنفسهم، يدعونني: تعال، من فضلك تعال، يعني عارفونا الإسلام يعني. ها نعم، عرفنا. عرفنا علمنا الإسلام. علمنا الإسلام. ما شاء الله. الحمد لله. كل يوم لازم أن نجد بفضل الله سبحانه، نجد
10 يعني أشخاص، يعني 5 أشخاص هكذا ما شاء الله يعني يدخلون في الدين ما شاء الله. ومنذ بداية يعني عملي يعني دعوتي حتى الآن تقريبا 1000 يعني 1000 آلاف، ليس 1000 آلاف، 8000 من أسلم على يديك. أيوة 8000 الحمد لله. لكن تتابعهم أو لا؟ لا أنا أتابعهم. نعم. أدرسهم. تدرسهم. يعني أذهب إليهم وأناقشهم حول يعني أشياء كثيرة جدا. ما شاء الله. أيوة. الله يثبتنا وياك. آمين يا رب.